حياته بنظرة ومنظور جديد ليعرفوا عن الإنتاج اللبناني ويذكروا بجوده. كلنا للوطن، كلنا لصناعته. هالحملة يلي تناولت جميع أوجه الصناعة اللبنانية إن كانت حرفية أو متطورة، كان الهدف منها أيضاً المحافظة على الليرة اللبنانية واستعادة الثقة فيها. مستقبلك صنع يديك. ولأنه التلفزيون كان النائل الأول لهالرسالة، فكان لابد من إعطاء المشاهد ما يقنعه. مين فينا ما بيتذكر أبو فؤاد أو دعاية حمودة كيف حمودة تمام وشوية دبكة إلا ما تقنع محبي القهوة. وبما أنه اللبناني بحب الجمال، فلا تكون الصورة الحلوة من مشاهد ومواقع وأماكن وممثلين هي السفير الأول لمنتوجاته. قبل الثمانينات لم يتردد اللبنانيون لحظة بالتسويق لإنتاجهم المحلي باستعمال نجوم عالميين، ولأنه مع الوقت تبين أنه الكنيسة القريبة ممكن كمان أنه تشفي، فضلوا الاستعانة بوجوه بارزة لبنانية. بس تحسبا نحن كاحتياط يعني عم نعمل دعاية. 20 سنة من الجهود والمثابرة بالرغم من كل الأزمات يلي عصفت بلبنان، فهل نجحت الصناعة المحلية بإقناع اللبنانيين والعالم؟ وفق انت احتياط واجب مدام.